الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما. أعزائي المشاهدين، بنرحب بيكم معنا وحلقة جديدة من برنامج فقه المرأة. اسمحوا لنا مشاهدينا نطلع معاكم الفاصل ونرجع نستقبل ضيف حلقة اليوم. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل. في حلقتنا النهارده هنتكلم او هنعمل مقارنه بين بيت المسلم وبيت العنكبوت، وبيسعدنا للحديث عن هذا الموضوع ان احنا يكون معانا النهارده فضيله الشيخ عبد القوي حسني حسن، امام وخطيب وزاره الاوقاف باسوان. اهلا بيك معانا فضيله الشيخ. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الساده المشاهدين. اهلا وسهلا حضرتك فضيله الشيخ. النهارده هنعمل مقارنه بين بيت المسلم وبيت العنكبوت. زي ما قلنا، يعني زي ما احنا عارفين، بيضرب الله عز وجل الأمثلة في القرآن لتقريب المعنى اللي بيريده الذي يريده بالمثل الذي ضربها في القرآن الكريم. فياريت حضرتك تكلمنا عن الموضوع ده. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، رحمة المهدى والنعمة المزدى والسراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي، كان عفوك أعظما. وما زلت ذا عفو عن الذنب، لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. ولولاك ما يقوى بإبليس عابد، وكيف وقد أغوى صفيك آدم. ثم أما بعد، مما هو معروف أن القرآن الكريم كتاب تربية وكتاب تعليم، ولقد سلك الله عز وجل أسلوبا في تعليم الناس وفي تقريب المعنى بضرب الأمثال. الأمثلة في القرآن الكريم كثيرة جدا، ضرب الله سبحانه وتعالى أمثلة لبيان المعنى الذي يريده حتى يعني يعرف العباد معنى. ولذلك دائما يعني المدرس في فصله إذا أراد أن يوضح المعنى لطلابه يقول على سبيل المثال، أو كما يقولون بالمثال يتضح المقال. من ذلك مثلا ضربه الله عز وجل في القرآن الكريم للذين كفروا، فقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا مثل ضربه الله عز وجل لعبادة الأصنام، الكفار الذين يعبدون الأصنام. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يعني اللي بيعبدوا أولياء أو اللي بيعبدوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. إيه مثلهم؟ مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. يبقى هو شبه عبادة الكفار للأصنام بأنها كبيت العنكبوت. طب إيه بيت العنكبوت يا رب؟ قال بيت العنكبوت إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يعني أضعف البيوت. إذا عبادتهم هذه واهنة ضعيفة لا قيمة لها. ولذلك يأتي الكفار يوم القيامة يسألهم الله عز وجل عن آلهتهم: أين هي الآلهة التي كنتم تعبدون؟ أين الآلهة التي هل تشفع لكم؟ هل تنفعكم؟ ثم يقول: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، كلهم يدخلوا إلى النار. طيب، نأخذ من هذا المثال تقريبا لنا كمسلمين في الحياة الاجتماعية. احنا برنامجنا فقه المرأة بنتكلم فيه عن الاجتماعيات وعن البيوت وعن إصلاح البيوت، فنستشف من 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 هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل في القرآن ما نصلح به بيوتنا، وما يجعل بيوتنا بيوتا سعيدة هانئة. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، دي معلومة ربنا ذكرها لنا في القرآن. نحن نأخذ منها ما ينفعنا وما يصلحنا بأن ننزه بيوتنا أن تكون واهنة ضعيفة كبيت العنكبوت. لذلك يعني نريد في هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل أن نوضح ونفصل كيف للمسلم أن يجعل بيته قويا، وأن يتنزه به أن يكون مثل بيت العنكبوت، يخليه يتنزه أنه يكون زي بيت العنكبوت، لا يكون كهذا البيت. نعم. برضو ناخد فكرة عن بيت العنكبوت وليه هو ضعيف، يعني ومعنى الوهن فيه. نعم، احنا عندنا معلومة في القرآن: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. طيب، أولا الواضح لكل ناظر لكل عاقل إن بيت العنكبوت بيت ضعيف، فلا هو في حجر ولا فوق شجرة
ولا كهف في جبل ولا غير، يعني ليس له وسيلة حماية. دايما الحيوانات كلها إذا بنت بيتا تجعل له وسائل حماية. الطيور بتحتمي فيه. الطيور تعمل العش على شجرة مرتفعة فلا يصل إليه أي أحد، ما يصلش إليه أي عدو. النمل يتخذ جحرا في حائط فلا يستطيع أحد أن يصل إليه. فكل الحيوانات يعني والحشرات والطيور وغيرها من المخلوقات تتخذ لنفسها بيوتا لها وسائل حماية، حماية. فيها وسائل حماية. أما بيت العنكبوت فهو بين ركنين لا حماية له، يستطيع المرء بجرة أصبع أن أن يهدمه. يهدمه. يعني العنكبوت ممكن يبني فيه فترة طويلة جدا، فيجي طفل صغير بيلعب بجرة أصبع فقط يهدم بيهدمه. هذا البيت، إذا فهو بيت ضعيف البنيان. ده من ناحية. ولكن جلنا علماء الطبيعة قالوا إن نسج العنكبوت، الخيط اللي بيعمله العنكبوت، أقوى من قطعة من الصلب في مثل حجمه. يعني لو جبنا حتة حديد صلب في مثل حجم العنكبوت، العنكبوت. في مثل حجم خيط العنكبوت، رفيعة كخيط العنكبوت، سنجد أن خيط العنكبوت هذا أقوى من قطعة الصلب التي في مثل حجمه. إذن هذا ليس ضعيف، ده حاجة مسافة قوية، طويلة. دي ازاي حاجة ضعيفة؟ قوية. هو احنا لما بنعمله كده بينزل يعني بيتهدم هو خلاص. لا هو يهدم، ولكن الخيوط تظل قوية. فلذلك قال بعض العلماء المراد بالوهن في بيت العنكبوت ليس الوهن البنيان، بل هو وهن الاجتماعيات، الوهن الاجتماعي. بيت العنكبوت بيت متقطع الأواصر، ما فيش فيه روابط اجتماعية أبدا. ننظر في الآية الكريمة نجد أن الله عز وجل يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت، بتاء الإيه؟ بتاء التأنيث. التأنيث. فلما نظر علماء الطبيعة أن إلى العنكبوت وجدوا أن الأنثى هي التي تبني البيت ليس الذكر. أنثى العنكبوت هي التي تقوم ببناء البيت، وهذا أول الخراب، إنه يكون الأنثى هي صاحبة البناء. إذن لا قيمة للرجل، لا قيمة للذكر، احنا بنتكلم في حيوانات ليس على الناس. فهذا أول مواضع الوهن، إن الأنثى هي التي تقوم ببناء ببناء البيت. البيت. طيب لما نظر أيضا علماء لا يدعو إلى البيت إلا عند الشهوة، عند قضاء الحاجة فقط، عند الاستفاد. وإذا قضى حاجته يخرج مسرعا، وإذا بقي تقتله الأنثى، الأنثى تقتله مباشرة. فلذلك يأتي مباشرة بس يعني يقضي حاجته ثم يخرج مسرعا، ولا يستطيع أن يدخل إلى البيت إلا إذا علم رضا الأنثى، لما تكون هي خلاص راضية وهي التي تدعوه وتريده، فخلاص ساعتها يدخل يقضي حاجته ثم يخرج مسرعا. طيب تبيض أنثى العنكبوت، فإذا فقس هذا البيض وخرج الصغار يسارعون بالفرار من البيت، وإذا لم يفروا وبقوا تأكلهم الأنثى، أمهم بتأكلهم. إذن هذا بيت مقطع مفيش. الأواصر، ما فيش فيه أي فيش فيه أي اجتماعيات. ليس الأنثى هي التي تبني البيت، الذكر ليس له كلمة وليس له مكانة وليس له مهابة ولا حشمة. الأطفال ليس لهم بر بوالديهم. الأنثى ليس لها رحمة بأبنائها، تقتلهم مباشرة. إذا هو بيت مقطع الأواصر، ليس فيه أي محبة ولا أي يعني أواصر اجتماعية. لذلك قالوا الوهن هنا هو وهن اجتماعي، وليس العلاقات الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية مقطعة، وليس المقصود بالوهن وهن البناء، وإن كان البناء أيضا ضعيف، لأنه يعني يسهل هدمه على أي إنسان ولا على أي طفل حتى صغير، لكن وإن كان قويا إلا أنه يهدم بسرعة. نعم فضيلة الشيخ اسمح لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا مع حضرتك. مشاهدينا اسمح لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا مع فضيلة الشيخ عن مقارنة بين بيت المسلم وبيت العنكبوت. الحسان الخيران، حي الحسان الخيران، حي العقول النيران، حي الأنوثة في جنان المؤمنات العاقلات،
الداعيات إلى العلا الواثبات الناهضات. ورجعنا لكم مشاهدينا وبنكمل حديثنا في حلقتنا النهارده، واللي بنتكلم فيها عن او بنعمل مقارنه بين بيت المسلم وبيت العنكبوت مع فضيله الشيخ عبد القوي حسني حسن، امام وخطيب وزاره الاوقاف بأسوان. اهلا بك معانا مره تانية فضيله الشيخ. اهلا وسهلا، مرحبا. قبل الفصل كنا بنتكلم بقى عن المثل اللي الله سبحانه وتعالى ضربه عن بيت العنكبوت، وقلنا ان الضعف فيه في العلاقات الاجتماعيه ضعف وليس في اجتماعي، نعم. البناء. نتكلم بقى نعمل مقارنة بين بيت المسلم وبيت العنكبوت. احنا شفنا ان بيت العنكبوت ما فيش علاقات مفيش اجتماعية علاقات خالص. اجتماعية، نعم. الله عز وجل حين يعني ذكر لنا هذا المثل أوصانا في سياق الشريعة المحمدية أن بيت المسلم لا يجوز أبدا أن يكون كهذا البيت، كبيت العنكبوت. بيت المسلم بيت قوي مترابط كله محبة ورحمة، للرجل فيه القوامة، فقال تعالى: الرجال قوامون على النساء. وهذا مما يصلح البيت، اللي معروف يعني الكلمة المعروفة: المركب اللي بريسين بتغرق. فلما نيجي نقول البيت لابد أن يكون فيه آمر واحد، طبعا هو يقوم على المشورة، لكن في النهاية اتخاذ القرار لابد أن يرجع إلى واحد. لو كان اتخاذ القرار مقسما بين الناس ولو كانوا حكماء لابد أن تحدث المشاكل. لذلك إحنا بنقول المشورة واجبة، لكن اتخاذ القرار يكون للرجل فحسب، مصداقا لقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. طيب، بعد ما ربنا أمر بالقوامة للرجال بين سببها، وهو إيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إن الرجل له القوامة لأنه هو الذي يبني البيت، وهو الذي ينفق على الأسرة، والمرأة لا تتحمل شيئا من النفقة، وواجب على زوجها أن ينفق عليها. طب بيت العنكبوت لما ذكرنا قلنا إيه؟ الأنثى هي اللي بتبني. اتخذت هي الأنثى اللي بتبني البيت، أما الرجل لا يبني شيء، فلذلك ليس له كلمة، ملوش قوامة في هذا البيت. لماذا؟ لأنه ما بنى بيتا، ما تعبش في البيت. لكن الرجل يبني البيت وينفق على الأسرة، ثم تكون له القوامة وتكون له الكلمة العليا في هذا البيت بسبب ما أنفق وبسبب ما تعب وبسبب ما حباه الله عز وجل من رجاحة العقل وطمأنينة الفؤاد، إنه يعني لا يتقلب المزاج سريعا كالمرأة. ده بالنسبة للناحية الأولى. طيب، بعد ذلك يبقى الرجل هنا بيؤدي وظيفته الموكلة إليه بالقوامة وبالإنفاق. المرأة في البيت المسلم مطيعة لزوجها، لا تعصي أمره ولا تتطاول عليه باللفظ أو بالفعل، بخلاف بيت العنكبوت. فقلنا إن الأنثى في بيت العنكبوت إذا ظفرت بالرجل بعد قضاء الحاجة تقتله، تقتله على طول، يعني حتى مش هترفع صوتها عليه، ده مباشرة ستقضي عليه. لكن البيت المسلم المرأة فيه قطعة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، إنها يعني شيء لطيف هادئ، موادعة ساكنة، يعني في غاية الرقة، لا تعصي أمر زوجها ولا ترفع صوتها عليه ولا تعنفه بالكلام. أما في بيت العنكبوت بتروح تقتله على طول، ما فيش حتى كلام. طيب، نيجي بعد كده لإيه؟ للأولاد. للأولاد الأولاد في بيت المسلم أولاد بررة، نهاهم الله عز وجل حتى عن أن يظهروا أقل كلمة تدل على الضيق والضجر، اللي هي أف. قال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. مجرد أف ممنوع في بيت المسلم أن تقال للأب أو للأم. طب في بيت العنكبوت الصغار يخرجون من البيت ويهربون ولا يرجعون إليه أبدا، ليس لهم علاقة لا بأب ولا بأم، انقطعت العلاقة بينهم وبين والديهم. طيب الأنثى، الأنثى رحيمة بأبنائها، عطوفة عليهم. في بيت المسلم الأنثى رحيمة عطوفة على أبنائها، تحمل في قلبها كل الرحمة والمودة والمحبة، لدرجة أنها تلقي بنفسها في التهلكة، حتى ينجو ولدها، تسهر الليلة حتى ينام ولدها، تجوع حتى يأكل ولدها، يعني تعرى حتى يلبس ولدها، تضحي بكل ما تملك. ولذلك كان جزاؤها عند الله عز وجل
حين سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الله الناس أحق بحسن صحبتي؟ من أكثر واحد أحق إني أعامل معاملة طيبة وصاحبه مصاحبة حسنة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. لماذا؟ لأن الأمة تضحي في البيت المسلم بكل ما لها، تضحي بسعادتها، تضحي براحتها، تضحي بجمالها، تضحي بجسدها. يهلك جسد الأم في الحمل والرضاع والعناية والتربية. بالأولاد والتربية، تسهر الليل لينام ولدها كما قلنا، ويعني تضحي بأوقات راحتها وسعادتها في سبيل أن يرتاح ولدها وأن يسعد ولدها. هذه هي الأم في البيت المسلم، وهي تفعل كل هذا بشيء من المحبة والسرور. أما الدعوات التي نسمعها بين الحين والآخر، الأم مش ملزمة بالرضاع، الأم مش ملزمة بالتربية، الأم مش ملزمة مش عارف بإيه، كل شوية يطلعوا لينا بحاجة يعني جديدة لم نكن نعرفها ولا نسمع عنها. يريدون أن يجعلوا بيوت المسلمين كبيت العنكبوت، عايزين ياخدوا البيت المسلم القائم على المودة والمحبة، وكل واحد يعرف ما له فيؤديه ويعرف ما عليه فيأخذه، عايزين يهدموا كل هذا ليجعلوه كبيت العنكبوت، بيت مفتت ممزق لا رحمة فيه ولا عطف ولا محبة ولا بر بالآباء والأبناء. لذلك كان العرب قديما كلهم بررة لا يعرف فيهم العقوق، حتى أبو جهل والكفار اللي كانوا معاه كان أبنائهم بررة بيهم، لم يكن يعرف فيهم العقوق. لذلك العقق عند العرب، الناس اللي كانوا يعني لهم عقوق بآبائهم سجلوا بأسمائهم، كانوا معروفين بالاسم، فلان الفلاني دعاق، فلان الفلاني دعاق. لماذا؟ لأنهم نفر قليل. أما اليوم بعد أن ظهرت هذه الدعوات التخريبية التي تأخذ كل إنسان من مكانته وكل إنسان من الدور المنوط به الذي ينبغي عليه أن يؤديه، لما ظهرت هذه الدعوات وتخلى كثير من الأفراد عن الدور المسؤول به أو الدور المنوط به، وجدنا أن العقوق أصبح كثير وأن الطلاق أصبح كثير، لا يعد ولا يحصى حالات الطلاق. ليه حالات الطلاق تحدث؟ نقعد نبص نقول أصله نفعل هذا، نطلع قانون كذا، نطلع قانون كذا. الأصل في هذا لكي نمنع حالات الطلاق أن نبني البيت بناء قويا، كل واحد يعرف الدور الذي يجب عليه أن يقوم به، فإذا عرفه وأداه لم يحدث طلاق ولم نرى طلاق. لكن الآن لما تجاذبنا الإعلام من كل ناحية، وتجاذبنا أصحاب الدعوات الهدامة من كل ناحية، فأخذوا الأب من مسؤوليته، خلوا الرجل يرجع من العمل فيجلس على المقهى يقعد الساعات كلها ملوش دعوة بالبيت ولا بالعيال، خلوا المرأة يقولوا لها لا أنت تمسك المصروف وتصرفي على البيت وأنت تبقي تدير الأمور، خلوا الأبناء لا أنت لازم تاخد حقك ولو حصل لك حاجة تشتكي أبوك وأمك إن شاء الله في المحكمة. مزقوا الأسرة، هدموا الثوابت التي كنا نتربى عليها والتي لم يكن يعرفها أباؤنا وأمهاتنا من قبل. لما هدمت هذه الثوابت ظهر ما نرى من تفكك أسري. فضيلة الشيخ، طب لو قلنا رسالة إلى كل والد ووالدة يعني لبناء بيت مسلم قوي وليس بيتك بيت العنكبوت. نعم، يعني لما عرفنا هذه المقارنة السريعة بين بيت المسلم وبيت العنكبوت وما ينبغي على المسلم أن يفعله حتى يجعل بيته قائما على أوامر الله عز وجل، نوجه رسالة إلى الآباء والأمهات أن يقيموا بيوتهم على ما أمر الله عز وجل. إذا أقاموا البيت على ما أمر الله عز وجل، يؤدي كل واحد ما له ما عليه من واجبات ثم يأخذ ما له من حقوق، يظهر الأمن وتنعم الأسرة كلها. مما رسخ في أذهان الناس في هذا الوقت، وأنا عانيت من هذا ورأيته بعيني، أن كثيرا من البنات المقبلات على الزواج ومن الشباب المقبل على الزواج، لما يقبل على الزواج يرى ما له ولا يرى ما عليه، يعني دايما من الطرفين. نعم، دايما لما كنا بنجتمع مثلا في مجلس مع النساء ولا حاجة وتيجي البنات تسأل، أول سؤال يسألوه: يا شيخ هل يجب أني أخدم أم زوجي ولا لا؟ هل يجب أني أخدم زوجي ولا لا؟ إيه الأسئلة دي؟ يعني من أين ظهرت هذه الأسئلة؟ من الثوابت أن المرأة بتخدم زوجها، وإن كانت أم زوجها مريضة فهي كأمها تخدمها. إحنا مش بنقول واجب، لا نقول واجبا ولا فضل، فضل، وهو البيت أصلا
أقامه الله عز وجل على المودة والرحمة. الله عز وجل يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. قانون المودة المودة اللي هي الحب، قانون الحب لا يعرف حدودا ولا شروطا. المحب يبذل كل ما يستطيع لأجل حبيبه. الإنسان اللي بيحب حد بيعمل كل ما يستطيع، كل ما في وسعه، كل ما في جهده حتى يسعد حبيبه. أما أن احنا نقيم البيت على أساس أن يطالب كل بحقوقه ولا يؤدي ما عليه من واجبات، لا بد أن ينشأ الخلاف حتى من قبل أن يبنى البيت. إذن الرسالة التي أريد أن أوجهها هي أن إذا أقام أحدا فعلموه كيف يقيمه على أوامر الله عز وجل، علموه أن يؤدي واجباته قبل أن يطالب بحقوقه. والله لو أدى كل إنسان فينا ما عليه من واجبات لما احتاج أن يطالب بحقوقه. طبيعي زي ما قلنا في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها، كانت تبذل جهدها في إسعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يقابلها بالحب والوفاء حتى بعد موتها بسنين طويلة، لم يأنف عليها ولم يتزوج عليها ولم يقنط منها ولم يسمعها كلمة سيئة، لأنها هي التي قدمت وبذلت. لذلك كل إنسان مقبل على الزواج ومقبل على بناء بيت عليه أن ينظر إلى ما عليه من واجبات فيؤديها، ثم تأتيه الحقوق إلى عنده، تجل لغاية عنده، لا يحتاج أن يطالب بها. لكن إنه الإنسان يعني ينظر فيما له ويسيب اللي عليه، هذا يعني ينشئ المشاكل. يعني نسأل الله العظيم أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين. آمين إن شاء الله. بنشكر حضرتك فضيلة الشيخ عبد القوي حسني حسن إمام خطيب وزارة الأوقاف أسوان. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزاكم الله خير. مشاهدينا وبكده نكون وصلنا نهاية حلقتنا من برنامج فقه المرأة. بنشكركم وإلى اللقاء وحلقة جديدة من البرنامج. شكرا وإلى اللقاء.